استاد القاهره امبارح كانت احتفاليه جديده لجمهور النادي الاهلي اللي كان سعيد وفخور جدا بلاعبته بعد الفوز والمكسب الرائع جدا الغالي على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 4 أهداف مقابل هدف في ليله كان بطلها الاول المهاجم المميز اللي بقول عليه هو مكسب بكل معاني الكلمه. وسام ابو علي سجل هدفين، تسبب في هدف من ضربه جزاء رفع رصيده التهديفي للهدف رقم 14 متساوي لاول مره مع الكونغولي فيتسمايلي مهاجم بيراميدز واللي اصبح لقب هداف الدوري ينادي وسام ابو علي بقوه. سجل النادي الاهلي في البدايه في الدقيقه 37 عن طريق وسام ابو علي ثم عدل النتيجه النجم الجزائري احمد القنوصي الهدف الوحيد اللي احرزه سيراميكا كليوباترا في الدقيقه 50 من اسيست صديق اوجولا وبعدها احتسب الحكم محمد معروف ضربه جزاء لوسام ابو علي ايضا و يمكن اختلف عليها الحكام والمحللين. اعترض عليها الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا سجل منها امام عاشور الهدف الثاني في الدقيقه 64 قبل نهايه المباراه سجل وسام ابو علي تاني أهدافه في الوقت البدل ضائع وفي الدقيقة 95 بعدها بأقل من دقيقة سجل البديل المجتهد عمر كمال عبد الواحد الهدف الرابع عشان يحسم المباراة برباعية أهلوية رفعت رصيد النادي الأهلي من نقطة ل 72 ما زال متبقي له 6 مباريات لو فاز في 3 يتوج مباشرة ورسميا بطل لدوري ناين للمرة 44 في تاريخه وفي المقابل بيتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 44 في المركز الثامن. فاز الأهلي بقوة وأسعد جماهيره بكل معاني الكلمة الجمهور الوفي المتواجد في ظهر فريقه واللي بيتمنى أنه يسعد بتتويج النادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز. اقترب من الدوري بقوة وخسر سيراميكا كليوباترا رغم اجتهاده طوال المباراة فاز المقاولون وأشعل معركة البقاء وخسر نادي الزمالك للمرة الثامنة في موسم هو الأصعب لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية